اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، برحب بيكم في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامج ساعه مع آية. موضوع حلقتنا النهارده، اول فقره الاولى هتتكلم تحديدا مع الناس اللي هي بتحب المغامرات، الناس اللي هي بتحب تكتشف اماكن جديده، والناس اللي هي بتحب تتنقل دايما. هنكلم عشاق السفر. معانا ضيفتنا هي سافرت كتير مع اهلها وهي صغيره، سافرت بلدان مختلفه. الموضوع ما توقفش بس عند السفريات، ان هي وهي في سن صغيره لما كبرت خاضت من جديد تجربه السفر، بس المره دي خاضتها لوحدها. راحت كندا عشان تكمل جزء من تعليمها الجامعي هناك، وخلصت وتخرجت. راحت كولومبيا عشان تخوض تجربه السفر، بس المره دي كانت بتعلم الاطفال في المناطق الفقيره اللغه الانجليزيه. ولما خلصت التجربة دي قعدت كام سنة، وبعدين حبت تحضر كورس فسافرت ألمانيا عشان تحضره. معايا سهيلة مهران. أهلا بيك يا سهيلة. أهلا يا إيه، إزيك؟ الحمد لله تمام. سهيلة، الحقيقة إن أنت سنك صغير بس في تجارب سفر كتيرة جدا خضتيها، دي حاجة حلوة جدا ما شاء الله. في البداية عايز أعرف فكرة السفر وأنت صغيرة بدأت إزاي؟ سافرتي فين؟ بدأت منين أصلا؟ هو الحقيقه انا ما كانش ليا يد قوي في موضوع السفر واحنا وانا صغيره ده. هي والدتي جالها بعثه مموله يعني من الجامعه بتاعتها هنا في مصر، ان هي تحضر الدكتوراه بتاعتها في النمسا، في فيينا تحديدا، وبالتالي كانت فرصه طبعا ما تتفوتش وكده. فسافرنا كلنا معاها، وكنت في الوقت ده انا واخويا يعني، بس انا كنت صغيره خالص في اولى ابتدائي تقريبا، وعندي 5 6 سنين. وقعدنا هناك 4 سنين في فيينا. وخلال اقامتنا هناك كمان طبعا التحرك في اوروبا بيكون حلو، لان هو طبعا انت عارفه التحرك مفتوح بين اوروبا وكده. فيمكن اتحركنا داخل اوروبا ورحنا المانيا ورحنا فرنسا ورحنا انجلترا بس مع اهلي يعني مش لوحدي. سهيله، هل تجربه السفر لما خدتيها وانت صغيره اثرت على تفكيرك في حاجه؟ شخصيتك اكتسبت مثلا جوانب جديده؟ عملت فيكي حاجه معينه؟ بصي، هو الحقيقه ان الواحد لما بيشوف يعني احنا بنبقى عايشين في نطاق معين بفكر معين بحدود معينة جغرافية، وبالتالي حدود ثقافية معينة، وبالتالي أي شيء تاني بنتصوره وبنتخيله بيبقى مجرد تخيلات. فلما تسافري وتشوفي ده بقى على أرض الواقع، وتشوفي يعني إيه اختلاف الطبيعة من مكان للتاني، اختلاف شكل الناس من مكان للتاني. الحقيقة أن التلفزيون مش كفاية، وأن الشاشة ما بتكونش كفاية أنها تنقل. فبصراحة من وأنا صغيرة يعني اتعودت على حب السفر، يعني عايزه اشوف، لا انا عايزه اتفرج. والحقيقه إن السفر ده بيوسع المدارك جدا جدا جدا، وبيخلي الواحد طموحاته احلامه حتى ما بتبقاش محدده بنطاق جغرافي معين، او مش محدده بحاجات معتقدات متوارثه ولا حاجه. انت بتخرجي من اطار ضيق لافق واسع جدا في التفكير في كل حاجه. طيب سهيلة، مش كل الناس بيبقى عندها حب ان هي تسافر بلدان كتير، او ان هي تروح وتيجي كتير، او ان هي تتنقل كتير، فانت منين اكتشفتي ان سهيلة مش هتقف عند التجارب وهي صغيره، لا هتكمل اكتر وتسافر اكتر؟ بصي، هو الحقيقه يمكن موضوع السفر فيينا وفرنسا وكده كنت صغيره، فهو ما ترتبش عليه خططي قوي، على قد ما ان هو شال من دماغي حواجز ان انا في طموحي في الدراسه محدده بمكان معين، بمكان جغرافي معين. فبصراحه بدات من خلال دراستي، انا اصلا يعني يمكن التحقت بالجامعه اللي انا التحقت بيها عشان اسافر لكندا، لان كانت كندا تبدو من بعيد يعني فكره جذابه، ومكان دايما الناس مشجعه عليه والناس تسافر فيه وكده. فلقيت فرصه من خلال الجامعه بتاعتي ان انا اقدر اروح وادرس هناك يعني. هنا كمان ما خدتش بس مجرد فكره السفر والفسحه في مكان، لا ده انا عايزه اشوف كمان التعليم بره شكله ازاي، التعليم في امريكا الشماليه في كندا تحديدا شكله عامل ازاي وكده. فهو بصراحه انا كنت مخططه من انا دخلت الجامعه باذن الله ان انا ابدا اكون نفسي، او اكون نفسي على مستوى التحصيل الدراسي، ويبقى عندي لغه ويبقى عندي تحصيل دراسي عالي عشان لما تيجي الفرصه في سنه ثالثه اسافر. وسافرت بالفعل بقى كندا في سنه ثالثه، وقضيت هناك سمستر كامل يعني. بس سهيلة، انت اصلا جامعتك كانت في مدينه بعيده عن اهلك، فخدتي تجربه ان انت تسافري لوحدك وتقعدي مده طويله بعيد عنهم اولا داخليا، وبعدين عليتي الليفل ورحتي مسافره اصلا بره مصر، رحتي كندا. دي حقيقه. عايزاكي تحكي لي عن تجربه السفر لوحدك سواء كانت جوه مصر او بره مصر، عدت عليكي ازاي؟
بصي مش هكدب طبعا، احنا والله كبنات وكاولاد يعني هو الموضوع مشترك. اول ما بدات اتغرب عن اهلي في سنه اولى جامعه، يمكن انت فعلا عندك حق ان لما اتغربت في الجامعه، لان انا اصلا مش من القاهره وكنت انا من المنيا، فلما سافرت القاهره عشان ادرس في الجامعه اللي بقولك عليها دي، كانت اول تجربه غربه بالنسبه لي. يمكن قبل كده لما سافرت وانا صغيره كنت مع اهلي، فالموضوع كان يعني في السياق الطبيعي، لكن لما اتغربت وبدات ادرس في الجامعه يمكن اول فتره كانت صعبه. طبعا بيبدا الواحد يكتشف ان الحياه يعني فيها حاجات كتير، والواحد محتاج ينظم نفسه ويرتب اولوياته ويبدا يحدد مجتمعاته. والواحد برضو وهو عايش مع اهله بيكون في اطار من التحكم والمساعده، نقدر نقول برضو المساعده. فيمكن اول فتره في الجامعه في سنه اولى كانت صعبه شويه، بس زي ما انت فعلا بتقولي هيأتني، اتعودت يعني اقعد لوحدي، يعني اجهز اكلي لنفسي، يعني اجهز، محدش بقى بيتابع معايا، انت عارفه الواحد في البيت مامته وباباه ربنا يخليهم على طول متابعين، لا انا مع نفسي ومتابعه دراستي، محدش بيراقبني بقى مذاكره مش مذاكره داخله انتي الامتحان، رقيبة على نفسك. الرقيب على نفسك في كل حاجه في الحياه. فيمكن فعلا اتهيأت في فتره الجامعه دي ان لما جت الفرصه، ويمكن اهلي كمان اتهيأوا، لان انت عارفه بيبقى قد ايه صعب على الاهل ان هم يفرقوا حد من عيالهم يبعد. بالظبط، فاهمه. فيمكن هم برضو كانوا ساعتها بيتهيأوا في طول فتره الدراسه دي. بعد كده لما سافرت كندا يمكن ما فعلا ما اختلفتش كتير، انما كانت يمكن اصعب سنه بسيطه. طيب أصعب سنة بسيطة، عايز أعرف الصعوبات كانت بتتمثل في إيه لما سافرتي كندا؟ بصي طبعا يعني هو الاهل يعني اللي هو الصعوبه عليهم هي ليها شكل، والصعوبه عليا انا كانت ليها شكل تاني. اولا خلينا نقول ان احنا ما كانش فيه، انت عارفه يعني احنا كمجتمع ما فيش تشجيع كبير ان البنت تسافر سافر لوحدها لوحدها. في سن الشباب وكده وبتاع، بس الحقيقه انا الحمد لله اهلي كانوا مشجعين ده جدا جدا. الصعوبه طبعا يعني اولا خليني اقول لك فرق التوقيت، يعني مثلا فرق التوقيت بين امريكا بين كندا وبين مصر 7 ساعات، فكان بيبقى انا عندي يوم وهم عندهم يوم تاني خالص، كان في ايام ما بنعرفش نتكلم فيها لان طبعا فرق تواصل التوقيت صعب. والدراسه في الجامعه كنت بقعد لساعات معينه وهما بيبقوا صاحيين، فيعني التواصل يمكن كان مش احسن حاجه. والصعوبات التانية بقى ان هو انت تعبتي لا قدر الله، يعني ابسط الحاجات تعبتي، تعبانه صحيا، تعبانه نفسيا، مش لاقي حد تحكي معايا، لان كنت قاعده في سكن جامعي وكنت قاعده لوحدي، فكنت بقى يعني حد كبير مع نفسي. فيمكن هي الصعوبه في كده، ان انت اللي مع نفسك، يعني انت بتحاول مع نفسك، حتى لما بنكبر بنبدا نبقى مش عايزين نقلق اهلنا علينا، يعني حتى لو تعبانين او لو في حاجه بنحاول ان احنا نسيطر على الامور مع نفسنا وما نقلقهمش، وهم بعيد ما فيش في ايدهم حاجه. فيمكن يعني الوحده تمام هي يمكن اصعب الحاجات اللي بتبقى في الغربه. ثانيا بقى يمكن من اهم الحاجات ان فكره ان احنا نتفوق دراسيا، لان انت مسافره، انت مسافره تمثلي جامعه مصريه ايوه في كندا، انت كل العيون عليكي، سواء كان من الجامعه هنا في مصر او من الجامعه هناك، برضو بتراقب التجربه، يعني انت المفروض جايه بتقولي لهم ان احنا تعلمنا زيكم، ان احنا مستوانا وتحصيلنا زيكم. فكان بصراحه يمكن من اصعب الحاجات فعلا اللي واجهتها كانت الدراسة، لأن كانت شكلها مختلف، كان رتم مختلف، كان توقعات مختلفة، وحتى ايفن التكليفات والحاجات المطلوبة كانت بشكل مختلف تماما. وطبعا أنا رايحة لهم على سنة ثالثة، فبالتالي هما لسه مش بيدونا زي مقدمات، يعني أنت المفروض خلاص أنت ايوه كبير وعارف، مؤهلة ان انت تدخلي مؤهلة اصلا بالظبط. مرحلة. فطبعا خدت وقت، وكنت في أيام يمكن بقعد في المكتبة بال12 ساعة عشان اقدر اجاري، لان انا مطلوب مني تحصيل معين ودرجات معينه عشان اواكب مستوايا، لان انا كنت هنا الاولى على الدفعه، فهتحاسب بنفس الطريقه. فيمكن برضو الدراسه كانت من اصعب الحاجات. اخيرا بصراحه برضو من ضمن الحاجات الصعبه قوي فرق الجو، الطقس. كندا يمكن من اسقع البلاد يعني كانت بتوصل في الشتاء مثلا لماينس 40، ناقص 40 درجه تحت الصفر سلسيوس. الجاكيت بتاعنا هنا في الشتاء ما لا يعملش حاجة مفيش هناك. بقى جاكيت بقى ولا جاكيت ولا الحاجات دي، اي حاجه لاي لبس بنلبسه هنا في قمه الصقيع ما ينفعش هناك في الربيع. فالواحد هناك طبعا بيبقى ليهم لبس مخصص وجاكيت مخصصه وبوتات مخصصه، ان كان التلج بيغطي
الارض، ويعني كنت تبقي حرفيا معرضه للخطر. يعني في اوقات كانت درجه الحراره بتبقى منخفضه التجمد لحد الاطراف ده، هل تجمد الاطراف ياما ناس في حته مثلا جزء من الودن المناخير الحاجات دي الصوابع احيانا الدمويه فيها من السقعه بتروح وبتبقى خطر خطر يعني. فيمكن عشان اواكب احنا في مصر يعني يمكن الجو معظم الوقت بيبقى حر، وفي الشتاء يا دوب يعني بتبقى ساقعه، فكان كان صعب جدا الشتاء هناك، كانت صعبه جدا جدا يعني. تمام. سهيله، من خلال ان انت درستي هناك وكنتي بتقولي ان انت بتحاسبي بنفس المستوى ان انت طالعه الاولى، فلازم تبقي ماشيه على نفس الريتم ده. هل من خلال تجربتك ان انت درستي هناك قدرتي تثبتي حاجه للمجتمع اللي حواليكي، للناس اللي بره مثلا؟ هو بصراحه ايه يعني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اثبتت ان احنا كمصريين ولا بقى كندا ولا احنا دايما متفوقين، وده مش شيء قاصر مثلا عليا عشان انا نابغه، لا احنا فعلا كمصريين تحصيلنا يمكن فعلا ملفت للنظر، لان الدكاتره كانوا بيعجبوا جدا بمدى التحصيل. هم عارفين برضو ان يمكن انا جايه من مصر ومش متابعه، كانوا بيلاقوا مني اصرار على ان احنا نفهم. فاحنا احنا كمصريين وكشباب مصري بجد يعني ده مش مجرد كلام، تحصيلنا فعلا فعلا بيواكب، واحيانا بنتفوق على اقراننا في كل مكان. هي الحمد بتبقى لله. بتتطلب نوع بس من التفوق. فهو الحمد لله قبل ما اسافر كان في تعليق ايجابي جدا من العميده هناك او نائبه العميده في الكليه اللي انا كنت فيها، وقالت لي يا سايله يعني انت مستواكي رائع، ما تخليكي معانا هنا وتحولي وبتاع. طبعا انا كان عندي خطط وكان لازم ارجع عشان اخد الشهاده المصريه برضو، فكان لازم ارجع مصر فما قدرتش، بس كونها في يعني في حد ذاتها تطلب مني ان انا اجي واكمل دراسه هناك في الجامعه في اوتوا، ده في حد ذاته كان شهاده صراحه. ولما جيت برضو الحمد لله هناك جامعه يعني كانت مبسوطه بيا جدا، وكانت يمكن تجربه بعد كده بيضربوا بيها مثلا، يعني كنت اول واحده تسافر الجامعه دي، فبقوا يعني يضربوا ان اه يا جماعه احنا واحدة بنتفوق من عندنا. من أيوة صح عندنا، كده. وكان الحمد لله كان في تقدير يعني من الجامعه عندي جدا الحمد طيب لله. سهيلة، فكرة ان انتي تسافري بلد لوحدك كانت دي اول تجربة سفر ليكي برا مصر صح؟ لوحدي ما حسيتيش لحظة ان انتي مترددة، لا افكر شوية في الموضوع طبعا، ادرسه الاول؟ لا لا طبعا طبعا. بصي، تردد، الخوف، الوحدة، الغربة، العياط، طبيعي طبيعي يعني. لما بنعدي المواقف دي بعد كده وبنرجع بنحس قد ايه احنا اقوى من الاول، انما ده ما بيمنعش حاجات دي تحصل. عدت عليا ايام يعني، بصي هو انا ما كملت، انا قعدت سمستر يعني ما اعتبرش غربه حوالي قد طويله ايه قوي، مثلا كم اربع شهر؟ خمس شهور ما كملتش. كانت بتيجي عليا اوقات بقى اغني واشغل اغاني وطنيه وعايز ارجع وتراب مصر ايوه وحشني فاهمه انت. فلا، الغربه لا يمكن انكارها، كتير من الناس فعلا الموضوع الغربة ده بيخليها لا تتردد. يمكن انكارها. بصي، هي ممكن تخليكي تترددي، لكن طالما عندك مش هدف تمنعي وعندك خطه وعندك حاجه عايزه تحققيها، وخلينا برضو نقول انت رايحه بشكل مؤقت باذن الله ترجعي لبلدك بالسلامه واهلك واصحابك، بالتالي انت مهمه مهمه انك تثبتي لنفسك اولا، للناس، للمجتمع اصلا، عشان انت بنت عايزه تقول لهم يا جماعه بنات ايه اللي قادرة. ما تسافرش. أي فهي الفكره ان انت فعلا تخلي نفسك فخوره، بس الاحساس بالغربه والصعوبات كانت كتير كتير. عدت على ايام عليا ايام في منتهى الصعوبه، بس خليني اقول لك ان بعد ما التجربه دي بتعدي ابص الايام دي عن قد ايه انا شخص قوي ويعتمد عليه، ويمكن ده التجربه دي هي اللي بناء عليها بعد كده قدرت انطلق يعني، قلت اسافر بقى في اي حته ما فيش مشكله، حتى في البيت كمان شافوا ان انا شخص يعتمد عليه وينفع يعني اسافر في اي حته. طب يا سهيلة، كتير من الأهالي بيبقوا مش مستعدين إن هم يدوا للبنات بتاعتهم فرصة إن هي تثبت إن هي قد التجربة دي ولا لأ، فبيبقوا مترددين، بيقولوا وارد يحصل موقف حاجة تقابلها تبقى صعبة، فنقول لهم إزاي إن البنت وارد جدا تعدي بالحاجات دي وتنهيها أو تتجاوزها؟ بصي يا آل، ان انا الموضوع ده بتسأل فيه كتير جدا، او يعني حتى اصحابي الناس القريبين مني بيسألوني كتير جدا في موضوع البنت وسفر البنت ده. وهو يعني انا خليني اقول انا شبه كل البنات في مصر يعني، انا برضو ما عنديش حالة خاصة بتخليني مختلفة عنهم، انما حقيقة احنا كبنات انا مش عايزة افاجئ الناس، بس احنا مؤهلين اكتر للغربة ومؤهلين اكتر للتحمل بطبيعة ربنا، وربنا خلقنا بنتحمل حمولين في كل حاجة فينا في كل نواحي الحياة من ضمنها السفر والغربة. الحقيقة ان احنا يمكن فكرة ان البنت بتتعرض لمخاطر، ممكن تكون يعني كائن ضعيف معرض لاي نوع من انواع المخاطر بره، ده خلينا نقول ان ده تابو لا اساس له في الواقع. يمكن بلاد بره بتحترم اساسا يعني، احنا اوريدي في احترام للست اساسا مبدئيا. رقم اتنين،
التقدم او البلاد المتقدمه او اي بلاد كانت بتحترم الحدود اللي انت بترسميها لنفسك. لان انا في الحقيقه كنت في سكن جامعي في كندا، وسكن كان مشترك، يعني اوضه اللي قدامي شباب، اوضه اللي جنبي بنات، وما عندهم طبعا ما فيش فكره بنات ولاد والكلام ده. الحقيقه ان انا كان ليا النظام الخاص بتاعي، ما كانش ينفع حد مثلا يخبط يجي يقعد، هم عندهم الاختلاط بشكل طبيعي، ممكن يقعدوا مع بعض في الاوضه ما فيش مشكله ويحكوا ويتكلموا. انا كانت حدودي معروفه، والحقيقه ان كانوا بيحبوني، يعني ما كنتش نفره، كنت منخرطه معاهم وكانوا صحابي جدا، انما انا ليا حدود واضحه، ليا ليا طريقه رسمة حياه رسمه حاجه بالظبط. فبالتالي ما حدش بينتهكها ايا كانت، ما حدش بيتعرض ليك. وبالنسبه للامان، احنا في منطقه يعني امان امان، ما فيش مشكله خالص خالص. ما حسيتش باي فرق ان انا بنت، ان انا في ضعف او مستضعفه عشان انا لوحدي اطلاقا بصراحه، ولا في تجربه كندا ولا في اي تجربه بعد كده. فهو الحقيقه انا بس يعني بنفسي اوجه بس رساله للاهالي، انه والله احنا كبنات احنا حمولين، يمكن حمولين جدا جدا، وبنقدر نعدي اي حاجه يعني. طيب فيما يخص الصحاب اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، في ناس بتبقى تكوين الصحوبيه بالنسبه لها صعب جدا. هل موضوع ان انا اكون صحوبيه مع ناس مختلفه من ثقافه ثانيه، لغه ثانيه، بيكون سهل ولا بيتطلب حد اجتماعي لاقصى الحدود؟ لا الحقيقه بصي، ده بيبقى اكتر حاجه شيقه. هو انت في الاخر هتشوفي طبيعه جديده، هتشوفي دراسه جديده، انما فعلا الشيق جدا انك تعرفي على ناس مختلفه جديدة. مختلفه بقى تماما يعني، وما بتبقاش هنا القضيه قضيه ان احنا مختلفين قد ما قضيه ان احنا بنلاقي قناه للتواصل ما بيننا، دي بتبقى شيقه جدا. انا للامانه هو برضو كمان يعني يمكن كنت محظوظه ان كندا معروف ان هي ناسها مؤدبين جدا وطيبين ومنضيافين وكده، انما بتبقى شيقه جدا يعني. يمكن بتتطلب حد يكون بالفعل اجتماعي او بالفعل ما عندوش مخاوف انه يختلط بالاخرين، بس دي بتبقى حاجه شيقه جدا. وهما بيبقى عندهم، خلي بالك احنا بنصير فضولهم جدا يعني، عايزين يعرفوا اللايف ستايل بتاعنا، طريقه بنعيش بيها، معتقداتنا، حتى ايفن الحجاب كان بالنسبه لهم موضوع مثير للاهتمام جدا. هو ما فيش كراهيه ولا عنصريه، ظاهره جديده قدامهم ولا ايه؟ بالظبط يعني، هو ما فيش كراهيه ولا عنصريه، هو في علامات استفهام كتير قوي. فانت تبداي تحكي لهم عن بلدك، هما بالنسبه لهم خلي بالك مصر بالنسبه للناس بره مصر عظيمه. لا حقيقي والله بجد يعني، هما بيتخيلوا ان احنا يعني مصري، اذا انت عظيم يعني، انت فرعون في تكوينك ومش عارف ايه. فبامانه هي دي الحقيقه يعني. ف يمكن لا يعني كانوا هما بيبقوا شايقين يعني، كانوا بيبقوا عندهم فضول جدا يتعرفوا عليا وانا كمان، ونتبادل تجاربنا وحكاوينا وبنتكلم. وحتى كان برضو عندهم فضول جدا عن اكل المصري، لان انا كنت المطبخ كان مشترك، اي حد عايز يستخدمه يدخل يستخدمه. طبخي لوحدك حاجات مختلفه بالظبط طبعا يعني. هم ما عندهم الاكل المصري ليه ريحه ويشد، هم ما عندهمش قوي كونسبت ان الاكل يكون ليه ريحه او جذاب او كده. انا عايز اقول لك، كنت لما ادخل الكيتشن اعمل حاجه او كده، كانوا يطلعوا من الاوض انت بتعملي ايه، الريحه الحلوه قوي دي، ويدوقوا ويعملوا. فبصراحه كانت تجربه جميله جدا جدا يعني. طيب سهيلة، فيما يخص العنصرية، كتير بيترسم في دماغنا من الأفلام اللي بنشوفها أو من المسلسلات إنه هيبقى في عنصرية، هيبقى في تنمر، مش هيبقى في تقبل للغير، أنا مختلفة كشكل، كعرق، كديانة. فالناس بتحط قلق كده إن هل هتعرض للعنصرية ولا لا؟ هل ده موجود فعلا على أرض الواقع ولا بنسبة قليلة ولا مش موجود أصلا؟ خليني أقول لك إن يمكن بدأ يقدم مفهوم العنصرية، ما بقاش في فكره، ما بقيناش جداد. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي عندنا مهاجرين في كافه الدول الاجنبيه، سواء كان في امريكا او في اوروبا، في مهاجرين كتير جدا من الدول العربيه مقيمين هناك. فبقى الحجاب شيء متعارف يعني. عايز اقول لك، انا كنت بمشي في كندا الحجاب في الشارع منتشر جدا جدا يعني، امشي اشوف الحجاب. فبالنسبه لك كمظهر، احنا انا مش بقدم حاجه جديده، وبالتالي ما فيش مجال قوي للعنصريه، ويمكن ما تعرضتش نهائيا للعنصريه في كندا يعني. انما هي فعلا مبدا العنصريه، اولا خلينا نقول ان هو مش بيبقى على اساس المظهر وكده. اللي عايز يكون عنصري، خلينا متفقين ان احنا احيانا بنبقى في مجتمع واحد عنصريين ضد بعض. فهو مش الغربه او السفر مش مرتبط ارتباط مباشر بالعنصريه. ولكن خليني اقول لك برضو، عشان هي الموضوع مش قاصر على كندا، وفي دول تانيه كتير سافرتها احيانا ممكن يبقى في عنصريه. بس خلينا نقول ان انت مسافر، انت عندك مناعه،
ناس اقصى حاجه في العنصريه هيبص لك مثلا يستغرب، ما يرضوش يقعد جنبك في المترو، مش عارف ايه، دي اقصى حاجه ممكن تتعرضيها. بس لما ببقى غريبه في بلد او حاسه ان انا مش متقبله فيها، اكيد ده بي لا دي مش متقبله في البلد، مش متقبله من شخص واحد في المترو او حد معدي او مش عارف ايه، وفي الغالب بيكون جاهل يعني، يعني مش على مستوى من الثقافه. لا بصراحه بصي اقول لك حاجه، لا يعني مفيش يعني، انت بتكبري دماغك، لان احنا خلينا متفقين احنا بنبقى احيانا يعني بيبقى في عنصريه بيننا وبين بعض هنا في نفس المجتمع، فخلاص يعني انت رايح، انت مش همك، انت عايز تبسط، انت عايز تستفيد، وبالتالي ما بنلقيش بالا للعنصريه او لان حد يكون عنصري. انما خليني برضو فعلا اقول لك ان فعلا فكره العنصريه دي بدات تخف وتشح جدا، لان بقينا مختلطين في كل الاماكن، في ناس من كافه الاعراق وكافه أيه. الديانات، فما فيش قوي قوي موضوع العنصريه ده. طيب سهيلة، سفرك لوحدك ما وقفش عند كندا، رحتي كولومبيا، بس المرة دي خدتي تجربة جديدة جدا. ايه اللي دفعك اصلا ان انت تروحي بلد تانية عشان تتطوعي وتعليمي الاطفال في المناطق الفقيرة؟ بصي، هو كانت فكرة السفر التطوعي بصراحة جت بالصدفة، هي جت معايا بالصدفة. انا ما كنتش متوقعه ان بعد سفر كندا بابا هيسمح لي قوي ان انا اسافر، خصوصا مش في اطار الدراسه، لان هي الدراسه كانت بتبقى مبرر قوي انك تسافر. ايوه هتتعلم هسيبها بالظبط. فهي جت بالصدفه، وكان اخويا هيسافر يتطوع بس في مكان تاني خالص، فعرضت على بابا هنا ينفع اسافر، لقيته موافق ومرحب بالفكره، قلت ده يا نهار ابيض. بس فكنت بختار ما بين البلدان، هي كانت كلها فكره السفر التطوعي في مجموعه من البلاد، وانا اخترت بقى، قلت لا يعني اوروبا رحناها واحنا صغيرين، امريكا الشماليه رحناها، قلنا نغير حان وقت امريكا اللاتينيه بقى. صراحه اخترت كولومبيا، قلت بقى انا عايزه، ما هو انا مش عايزه اكرر 1% من التجربه اللي اخدتها قبل كده، انا عايزه حاجه جديده، فاخترت كولومبيا. وهي الحقيقه كولومبيا فيها اماكن ومناطق فقيره كتير، فكانت هي الفكره او البرنامج كان ان انا ادرس انجليزي للاطفال اللي من المستويات شويه فقيره يعني. وكولومبيا كانت بقى تجربه تانية خالص يعني. ازاي بقى؟ امريكا اللاتينيه بقى يعني بصراحه، اصل انا بصي متحيزه جدا، لان يمكن من احلى التجارب اللي خدتها كانت تجربه كولومبيا. امريكا اللاتينيه كطبيعه ما تشبهش اطلاقا اوروبا ولا افريقيا، ولا ليها طبيعه خاصه بيها جدا. فبصراحه شفت حاجات ما شفتهاش يعني، نوع من الغابات والاشجار والاجواء والجبال يعني يمكن غريبه قوي يعني، فاهمه، وجديده، وكانت مثيره للاهتمام جدا. والجو هناك برضو كان مثير للاهتمام جدا، كان على طول بتمطر وحر وبتمطر وحر يعني، شويه لحد ما الجو استوائي شويه. والناس بقى هناك لزاز تاني، من طابع تاني خالص بقى يعني، انت لو بتهتمي قوي بانك تشوفي الثقافات التانية يعني، الكولومبيين جدا ليهم شكل معين وليهم شكل خاص كده، وثقافه يمكن اقرب لنا كمصريين من الثقافه الغربيه، حبوبين عشريين بسطه جدا. فبصراحه لا كولومبيا كانت خطيره يعني، حلوه قوي. طيب هل الرحله لكولومبيا كانت مقتصره بس على ان احنا نعلم الاطفال، ولا كان في انشطه تانية قمنا بيها؟ لا هي، هو انا يعني انا كنت رايحه رسميا ادرس، انما كان بيبقى في ويك اندز وفي ايام فاضيه، انا كنت بقى طبعا في عين بعمل فيها اللي انا عايزاه. فكان ربنا الحمد لله كان رازقني في الرحله دي بصديقه يعني، كانت هي رفيقتي طول الرحله، وكان افكارنا متقاربه جدا، فكنا بنحوش. لان هو بصي الفكره في السفر دايما، كل ما كان على بادجت او على يعني فلوس محدده او ميزانيه محدده، كل ما بحلو انك بتبداي بقى ازاي توظفي الفلوس اللي معاكي انك تعملي حاجه حلوه. فاحنا كنا بنحوش الحقيقه الفلوس، وكنا بنروح كل ويك اند بلد مختلفه يعني، كولومبيا كبيره جدا جدا جدا، فكنا بنسافر بقى كل ويك اند بلد مختلفه. وممكن من ابرز الاماكن اللي رحناها، رحنا كانت جزر سان اندريس، ورحنا كارتاخينا وسانتا مارتا، يعني بلاد يمكن من اكتر البلاد السياحيه في كولومبيا، وكلها ليها طبيعه خاصه. ويمكن اول مره كنت اروح اشوف البحر الكاريبي يعني، احنا دايما نسمع البحر الكاريبي، وفكره البحر كده كانت شيقه جدا بالنسبه لي يعني. وعملنا هايكنج في جبال يعني، بصي بصراحه وظفنا وقتنا، قلنا في الوقت اللي ما كناش بندرس فيه كنا بنستغله اقصى استغلال يعني.
ومن يمكن من اشهر الحاجات برضو اللي في كولومبيا يعني بيبقى عندهم هايكنج تريلز او مسارات للهايكنج او اللي هو انا مش عارفه هايكنج يعني ايه بصراحه بالعربي، بس اللي هو المشي في الجبال والتسلق الجبال والحاجات دي. فشفت طبيعه رهيبه وحيوانات واشجار جديده تحفه، وكمان ناس اللي هم بقى السكان الاصليين، وفكره ثقافه تانية بره ثقافه الناس تانية خالص المحليه. خالص يعني. فبصراحة وعندهم برضو اللي هي الرياضات اللي هي الاكستريم سبورتس، الرياضات اللي هي يمكن الخطيرة او كده منتشرة برضو جدا في كولومبيا. فيمكن جربت الباراجلايدنج، ده اللي هو يعني السفر، مش السفر سوري، انك تطيري من على الجبل بحاجة شبه بحاجة شبه الطيارة الورق منطاد. شوية، اي هي شبه الطيارة الورق. ايوه انت بتبقي متعلقة في طيارة ورق كده وبتنطي من فوق الجبل، وبيبقى اللي رافعك الهواء السخن والهواء انتي الساقع. جريئة اوي. ما انا كنتش لوحدي يعني، بيبقى معاكي حد وكده، بس كانت برضو تجربة جميلة جدا يعني. طيب لو كولومبيا كانت من احب التجارب لقلبك، ايه الحاجات اللي بتبقى موجودة في البلد عامة بتخلينا نتقبلها وبتخلينا نحب البلد او القعاد هنا؟ بصي دي بقى يعني كيمياء بينك وبين البلد اولا، ثانيا بقولك فكرة بساطة الناس وتقبلهم ليكي، وهناك بقى كان عندهم حب قوي ان هم يفهموا انت منين والبلد دي فين وبتعملوا ايه. وبسط حتى الاكل، كنا بندوق انواع اكل جديده يعني، كنت اول مره اكل مثلا حاجه الموز المقلي يعني، كنا عندنا هنا ناكل جنب الاكل كده رز ومكرونه، هم بيقلوا موز. فانك كل حواسك تشوف حاجات جديده يعني، تشوفي حاجات جديده، تسمعي اسباني لغه جديده، تتذوقي اكل جديد، تتحركي وتشوفي حاجات. يمكن دي اللي خلت كولومبيا بالنسبه لي دسمه قوي كتجربه وحلوه. احنا معانا صور لكولومبيا صح؟ نستأذنكم ان احنا نعرض جزء من الصور دي. اوكي ده وانتي بتعلمي الاطفال صح؟ لذيذ جدا يعني. دي ودي الشوارع برضو بقى هناك يا خليني اقول لك ان الشوارع مش عندنا سهل، مستوية مش زي مستوية خالص اه يعني. كنت عشان اروح من مكان للتاني كانت الشوارع طالعة ونازلة كده يعني، تحسك ان انت على كوكب غير كوكب الارض خالص. اه بس دي ألمانيا دي صح؟ المانيا. سهيلة عايزة أعرف كل الناس اللي هي على بعد خطوة من إن هي تقوم بتجربة السفر، نقول لها إيه عشان تشجعها إن هي تقوم بالتجربة دي؟ والله بصي هي ما بين يعني الخوف والتردد وانك تقدم على خطوة زي دي شعرة، طالما عندك الامكانيات النفسية والاجتماعية ان انت خلاص في موافقة من الاهل، في بلاسنج، في تشجيع ليك، وفي امكانياتك المادية انك تسافر، هي بتبقى بقى شعرة الخوف دي شعرة. هي بس هي اول مرة يعني، خلي يعني اللي عايز اقوله نقدم. انا عايزه اقول لك لما جيت اسافر كنت كل مره بسافر فيها قبلها بيوم ده ايدي تسقع وتردد، طب وليه وعليا بايه، ما انا قاعده اهو ومبسوطه، فاهمه؟ فهي فكره التردد دي ان الواحد بس يتجاوزها، وان هو يقول يلا يعني انا معايا ربنا هنا ولا هناك، انا ربنا معايا، ويتوكل على الله ويسافر يعني. انطلقوا انطلقوا، ومش لازم دايما، انا برضو عايزه اقول خلينا ندور ونبحث على الانترنت وفي كل حته، مش لازم بلاد سياحيه مشهوره مكلفه، في بلاد كتير جدا 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 سواء في افريقيا نفسها، في اسيا، في امريكا اللاتينيه، بتكون تكلفتها مش عاليه انك تروح لها كفيزا، كتذاكر طيران، كاقامه. فممكن ندور ونلاقي يمكن بلد مناسبة لينا ونروح نتفرج كل حاجة تستاهل الفرجة بصراحة. هو ربنا ما خلقش أي حاجة وحشة، وكل البلاد بصراحة كل بلد رحتها كان ليها عنصر جمالي تحفة. ويمكن الأحلى حاجة في السفر إن الواحد في كل مكان جديد بيروحه بيكتشف جزء من نفسه جديد، فأنت مش مجرد بتترك أماكن جديدة وبتتفرج على أماكن جديدة، أنت بتكتشف في نفسك بتتحمل قد إيه، شجاع قد إيه، يعني منطلق قد إيه، بتقدر تتعلم بسرعة قد إيه، بتقدر تستحمل إيه. بصراحة انطلقوا يعني، دي ماي مسج يعني، انطلقوا.
سهيلة، عايزة أعرف، في ناس بتبقى عايزة تكتشف جزء جديد من نفسها وعايزة تنطلق وتعيش المغامرة، بس مش قادرة إن هي تسافر برا مصر. هل يمكن تعويض التجربة دي بالسفر داخليا؟ أنا أروح مدينة أنا مش عارفاها، بتبقى برضو اكتشاف جديد ولا الموضوع بيبقى عادي؟ لا، دي هي دي بداية الخط زي ما انت قلتي من الأول، أنا فعلا لما اتغربت في الجامعة ده اللي هيقني بعد كده، وهو هي ما كانتش سياحة، أنا كنت جاية أتعلم، بس برضو السفر من المنيا في الصعيد للقاهرة مغامرة. وانا الحقيقه احنا يعني احنا انا وانا في مصر، انا مش طول الوقت بسافر بره مصر، احيانا ما بيبقاش ده متاح فبسافر جوه مصر. الحقيقه ان انا اللي اكتشفته لما سافرت بره مصر ان مصر فيها اماكن فوق الروعه صراحه. احنا عندنا مصر اساسا غنيه جدا بالثقافات المختلفه بالمناظر الطبيعيه المختلفه بصراحه، ده رايي بكل صراحه، ان احنا عندنا فعلا مدن تستحق الاكتشاف. وبرده مش المدن السياحيه، احيانا بيبقى في مدن مش مشهوره قوي سياحيا او كده، وبيبقى فيها حاجات رائعه جدا. يعني اللي مش قادر يسافر بره دلوقتي، لا انطلقوا يا جماعه، اكتشفوا جنوب سيناء، اكتشفوا الصعيد، اكتشفوا الساحل الشمالي والمدن اللي على البحر المتوسط، في حاجات كتير قوي تستحق الاكتشاف في مصر. ويمكن دي خطوه بتبقى حلوه، يعني لما نبدا نتحرك لوحدنا، لما نبدا نعرف نركب مواصلات عامه، نقدر نتحرك من مدينه للتانيه من غير خوف، هيبدا ده يهيئنا بشكل او باخر ان احنا حتى لما تتاح الفرصه نسافر بره مصر. اتمنى ان اللي سامعك دلوقتي يكون خلاص تشجع كده ورمى التوتر ده يا رب. اي سهيله، بشكرك جدا على الفقره الجميله دي، شكرا جدا ليكي. انا مبسوطه اني كنت معاكي. شكرا جدا. اعزائي المشاهدين، بكده بوصل معاكم لنهايه الفقره الاولى، هنروح فاصل وهنرجع لكم من جديد، استنونا. رجعنا لكم من جديد بفقرة بتحمل موضوع جديد، هنتكلم معاكم فيها عن مواجهة الصعاب. هنتكلم من خلال ان احنا هنعرض لكم مثال، المثال ده قدر ان هو يلغي تماما كلمة مستحيل من قاموسه. قصة شاب كتبتها الأم من خلال إصرارها وعزيمتها، وحققها الشاب ده من خلال محاولات المتكررة وإصراره. قصة إبراهيم الخولي، هو شاب من أصحاب القدرات الفائقة. إبراهيم كان في بداية قصته قابل كتير من الصعوبات وكلام من الناس، انت مش تقدر تكمل تعليمك، الحاجة اللي هي أصلا رئيسية في حياتنا، بس قدر ان هو ينهي المراحل التعليم كلها، ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعي. مش بس كده، هو أثبت تفوقه في الدراسة لحد ما بقى أول معيد من أصحاب القدرات الفائقة في الجامعة، اتخرج من جامعة السي آي سي وتعين كمعيد فيها. ومش بس التفوق ده كان على الجانب الدراسي، هو كمان على الجانب الرياضي. إبراهيم بطل في التنس الأرضي، بطل دولي وعالمي، دخل بطولات كتيرة جدا وحصل على مراكز كتيرة جدا. اتعمل له فيلم بيوثق رحلة نجاحه بالكامل وتسمى بروح إيمان، هنعرض لكم جزء من الفيلم ده وهنرجع لكم من جديد، خليكم معانا. بضحك. الموضوع كان قد كده، كان يعني المفاجأة دايما والمجهول بيخلي الواحد يعني خايف، يجيله احساس بخوف يعني. فكنت حاسه ان ابراهيم مفيش تفاعل معايا، يا ترى بيسمع يا ترى بيشوف، دي كانت قلقاني شويه. كان عمره شهر، فبابا لما جه
سألته كنت متخوف جدا ازاي اوصل المعلومه لزوجتي والولد عنده كذا وهيبقى فيه تاخر في حاجات كتير. فسكت كده وقال لي ابراهيم مش هيبقى زي ولادك، ابراهيم هيبقى غير قابل للتعليم وللكلام وللمشي وهيبقى مختلف. كانت الحقيقة نقلتها يمكن دلوقتي بقول إن ما كانتش بشكل صح. أنا سبته معلقتش خالص ودخلت أوضة إبراهيم، كان نايم وكان جميل، دايما نقول جميل بزيادة، يعني كان ما شاء الله عليه كان رائع. دخلت الأوضة وأنا مش متصورة إن الكائن اللي نايم قداني ده هو ده الكلام اللي بيتقال عليه، لا يمكن ربنا أبدا هيمشي الكلام ده. الحقيقة مش هنسى لحظة ما مسكت إبراهيم وحضنته في صدرها بحنو شديد جدا جدا جدا، لقيت كمية حب وطاقة طالعة مني ولقيتني بقول يعني اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. بدأت اللي هو يعني لا ده ابني، ازاي بيقولوا عليه كده، ازاي ممكن يبقى كده، خلينا نحاول. كانت المشكلة اللي جوايا ازاي بنحكم على طفل النهاردة ان غير قابل للتعليم او للمشي او للكلام، مين اداهم الحق ده يقول او يقرر او يحكم على حد هيبقى او ما يبقاش؟ ممكن ما يبقاش لكن لازم نحاول. لغاية ما بدأنا من سنة في حاجة اسمها تدخل مبكر، بنبدأ بقى نعمل علاج طبيعي، علاج إنمائي، تخاطب. ما كنتش بكسف أبدا أن أنا قدام أي حد بعمل له علاج طبيعي على رجليه بدل الكحوله. كان عنده مشكلة في العضلات فدايما راسه عاملة كده وإيديه عاملة كده، كنت أقول له راسك فين يا إبراهيم؟ فوق فوق. هو اتربى أن راسه فوق من عمره شهر. إبراهيم المكعب ده لونه إيه؟ هو مش عارف. اوكي احمر، انت قلت احمر، برافو يا ابراهيم احمر. لونه ايه يا ابراهيم؟ برضو مش هيقول مره واثنين وعشرة وعشرين، ما بيقولش. لغايه في يوم قال لي احمر. احنا كل تعلمنا كان بالغنى بالرقص وبالتمثيل وباللعب، وما تسالنيش انا كنت بجيبها منين، يعني انا نفسي مش عارفه الافكار دي كنت بجيبها منين. أكيد كانت بتقابلنا نظرات بنشوفها وكتير كان في ناس مش بيتقبلونا، لكن الحقيقة ده ما كانش بيأثر علينا بأي حال من الأحوال. الأطفال ما كانش فيه مشكلة، المشكلة الحقيقية كان في الكبار. رحنا في زيارة، أول حد شفنا صاحبة البيت استقبلتنا وشافت إبراهيم وكان عندها طفل في عمر إبراهيم. كان تصرفها الحقيقة يعني قاسي جدا جدا بالنسبة لي وكان غير متوقع، إن هي خدت ابنها ودخلت وما شفتهاش لغاية ما الزيارة انتهت. إبراهيم أخر في المشي وأول مرة مشيت كان عندك 4 سنين. بالنسبة للكلام يا إبراهيم أنت تكلمت متأخر شوية، بس أول حاجة قلتها كانت جملة اللي أخوه يوسف كانوا بيلعبوا سوا ويوسف استخبى منه، قال لي انت مستخبي مني ليه، هلعب لوحدي؟ وده يوميها في البيت كان حدث. احنا كلنا اتفاجئنا، اول حاجه ابراهيم ينطقها جمله كانت الجمله دي. افتكر انا كنت صغير بس الحاجات دي ما بتتنسيش. اصعب المراحل اللي انا مريت بيها طول عمري دخول المدرسه، كانش في حد قابلنا خالص، مجرد ما كانوا بيشوفوا شكل ابراهيم ما كانوا مش هنا، ما كانوا في التربيه الفكريه. كانت امي رافضه تماما فكره ان ابراهيم يخش مدرسه احتياجات خاصه، لا الولد ده انا شايفه ان هو لو دخل مدرسه بشكل طبيعي مع ناس طبيعيه فده هيخليه بالتاكيد مستوى ذكائه بيزيد. لغايه ما لقيت بالصدفه مدرسه، يعني صاحبه المدرسه كانت زميله ليا في ثانوي، كلمتها فقالت لي اللي انت عاوزاه انا هعمله لك. قلت لها انا عايزه بس يعملوا انترفيو زي اي حد، ولو هو فعلا قادر ان هو يكمل في التعليم العادي تقبلوه. قابلتني مديره المدرسه ابله نعيمه مصطفى. والدته لما جاتني ومعاها ابراهيم كانت حاله ياس شديد. فالحقيقه لما خدت ابراهيم لقيت ابراهيم عنده استعداد انه يعمل اي حاجه. اديته كتب مهارات، 5 كتب، عمل اول صفحتين من الكتب دي وعملها حلو قوي،
لانه كان متدرب قبلها تدريب عالي جدا. احنا تقريبا كنا بنشتغل 24 ساعه في اليوم، بدرجه ان احنا مره من المرات كنا ماشيين ابتدى تمتحنه في في في, في الاسم اللي مكتوب على المحلات. كان حبيبي على طول بيحاول يوصل للمستوى المطلوب. ليه انا ما اعرفش؟ لازم اعرف، لازم اذاكر، لازم انجح. ليه صحابي في المدرسه ينجحوا وانا لا؟ بالاخص لما لقى ولد بيحيي العلم انسجم جدا جدا من ان هم سقفوا له كلهم، فحس هو بقى بان يعني دي حاجه كبيره لازم يعملها. فحاول من الاطفال يتعلم تحيه العلم، الكلمات بقى، والنشيد الوطني كان بنفس الطريقه. هو صحيح ما بيقولش كل الكلمات، بس بتشوفيه في حماسه بقى وهو بيقوله، تحس ان هو حاسس بالكلمات اللي هو بيقولها. ادوله ثقه جامده جدا في النفس. كان بيقف يحيي العلم، كان هو القائد في الفصل بتاعه، يقف يصلي بيهم جماعه. الولد حقيقي كان متميز وهم ساعدوه على ده، لان هو كان بيحب، عايز يتعلم، واللي عايز بيعمل المستحيل. كان في اتفاق بيني وبينهم شفوي، لما تكونوا مش عاوزين ابراهيم قولوا لي، وانا كفيله بإني ان انا هاخده. والحقيقة هم كانوا متصورين ان انا مش هكمل، ان انا هاخد مرحلة الكي جي واقف فما وقفتش، هخلص الابتدائي واقف برضو ما وقفتش. في نفس التوقيت ده برضو مخي قال لي ان السباحة دي من الحاجات المهمة، شغل العضلات كلها. ممكن في كابتن ظريف جدا بدأ معاه، كان طويل البال قوي عليه لمدة سنة يشيله ورايح جاي بيه. كابتن تاني كده ربنا يكرمه وقال له خد ابراهيم وارميه في نص البسين. طبعا شارق ورجع وحدوته ورافض بقى الميه وخوف هستيري، جاله فوبيا بقى من الميه. فلما سالت قالوا لي الحل انك تروحي بيه كل يوم البسين يحس بس الميه. في حمام السباحه كانت تقعد على ركبها عشان يرضى ينزل الميه. بعدها بعشر سنين كان ابراهيم بيعوم وكان بيخش بطولات وكان في ليفل تاني خالص. وبدأنا ناخد بطولات، كان عمره حوالي 11 سنة. دخلنا بطولة تبع الأولمبيات الخاص، وكانت يعني بداية لإبراهيم إن هو يبقى يعني يخش في سكة البطولة وكده. صدفة ماشيين مرة في النادي قابلنا كابتن سيف وقال لي هاتي أنا عامل ميني تنس للأطفال الصغيرة. فقلت له بس إبراهيم، قال لي بقول لك أنا عارف هاتي. وقتها دخلت بقى كمان معاه تنس طاولة وكرة قدم وباسكت وكاراتيه كونغ فو. احنا كناش بنروح البيت، احنا كنا في الشوارع والله العظيم بجد. وما كانش عندنا يوم أجازة في الأسبوع غير يوم الاثنين مع الحلاقين. إبراهيم أصغر إخواته، له أخ أكبر منه بأربع سنوات وأخ تاني الكبير خالص ست سنوات. طبعاً أنا كان تفكيري وقتها إن إحنا نجيب الولاد ونتكلم بالأسلوب المبسط اللي الطفل يفهمه، إن أخوهم عنده مشكلة شكلها كذا كذا كذا. الحقيقة والدتهم كانت عندها حكمة أكتر وكانت عندها بعد نظر أكتر. الكتب الطبية والأطباء قالوا إن لازم، بس بقى بسم اللي جاي، اوعى، لازم اول حاجه تعمليها ان اخواته يعرفوا. ليه يا جماعه؟ ده هديكوا في ايه؟ علشان يبقوا سبورت للولد ويدعموه ويشيلوا همه وياخدوا بالهم منه. طب يعني ازاي ده واحد اربع سنين واحد سبع سنين هو شايل نفسه اصلا لما يشيل اخوه؟ يعني بتتكلموا في ايه؟ قلت لهم شكرا، الكلام ده يعني انا متاسفه جدا، انا رافضه. هما ما يعرفوش عنه حاجه، وزي اي اخوات في البيت عمالين يشكلوا ببعض ويتخانقوا في بعض، وحاجتي وحاجتك وليه، وخناقات وهزار ولعب. رجعنا لكم من جديد. الحقيقه ان الغرض من عرض فيلم زي ده ان احنا نقول لكم اي طريقه هنواجه فيه صعوبات، بس ده لا يمنع ان احنا هنحقق اللي احنا عايزينه في الاخر. معايا مداخله من والده ابراهيم، استاذه ايمان والي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا استاذه ايمان، ازاي حضرتك؟ انا مبسوطه انا الحقيقه بيشرفني جدا ان اتكلم على مثال يقتدى بيه زي ابراهيم.
الحقيقة يعني أتمنى إن هو يلقى نجاح أكتر من كده إن شاء الله، ودي تكون بس البداية إن شاء الله. والله يعني بصي آية، يعني بداية أنا ما كنتش قبل ما ممكن نوصل اللي إحنا وصلنا له، لكن رابط ربنا سبحانه وتعالى وواحد عنده ثقة كبيرة جدا ربنا عمل لنا حاجات أكتر من إحنا كنا نستحقها الحمد لله. يعني أنا بس بقول رسالة للأم، إن كل أم هي أكتر واحدة عارفه ابنها قدراته ايه، وهي الام بس اللي تقدر تبقى عندها القوه ان هي تساعده توصله لكل حاجه بتتمناها. يبقى في عندنا هدف، بلاش حاجه تعطلنا، خلي الدنيا كلها تشوفهم بعيوننا. الام دايما شايفه ابنها كبير، كل ما تكبره المجتمع هيكبر معاه. ان شاء الله هنوصل، بس نشتغل على قد ما نقدر كل واحد على حسب امكانياته. لما يبقى في باب مقفول بلاش اقف واقول الناس مش قادره تساعدني او انا مش هقدر اكمل، لا اسيب الباب المقفول ده واروح لبيبان ثانيه كثيره ربنا بيفتحها لنا، وهو ربنا بيوفق الحياه وربنا يعينهم ويقدرهم على كل حاجه حلوه يا رب ان شاء الله. ربنا يخليكي جدا. عايزه برضو حضرتك توجهي رساله للناس اللي هي بتحس لما بيواجهها مشكله او عائق بتحس ان الطريق بعد عنها او ان هي مش هتقدر تحقق اللي هي عايزاه. والله انا واحده من الناس كل ما كانت بتقابلني مشكله بسميها مطب، انا بقف وافكر ازاي اعدي المطب ده. لكن لو الواحد رجع لورا عمره ما هيوصل. صحيح. خلينا كل الناس اللي بتحاول تعطلنا نرسلهم على جنب ونكمل، لازم هنلاقي في باب مفتوح. أيوة. طول ما عندنا هدف عايزين نوصل ونشتغل عليه ربنا هيبقى معانا ان شاء الله في امريكا ان شاء الله. استاذه ايمان والي بشكر جدا اتصال حضرتك، شكرا ليكي. معانا مداخله ثانيه من اسراء، صاحبه ايمان في الجامعه، صاحبه عذرا صاحبه ابراهيم في الجامعه. لحد ما المداخله تجهز اتمنى الناس اللي سمعانا دلوقتي ان هي تحط في اعتبارها دايما ان العوائق دي حاجه هنقابلها عادي جدا، فهي مش بتبقى نهايه الطريق. انا عايزاكم تتمسكوا دايما بالحاجه اللي انتوا عايزينها، وفي الاخر ان شاء الله هتوصلوا لها زي ما ابراهيم حطها في دماغه، كان عايز يبقى معيد وبقى فعلا معيد، وان شاء الله هيكبر وهيبقى مذيع وهينجح اكتر. فانتوا خلوا في دماغكم دايما ان الحاجه اللي احنا عايزينها بنبقى قادرين ان احنا نوصل لها. استاذه اسراء معانا؟ الو الو الو. ايه اسراء ازيك؟ ايه ازيك اسراء؟ اتفضلي. الحمد لله. اسراء بصفتك حد يعني كنتي بتدرسي مع ابراهيم في نفس الجامعه واحتكيتي اكيد بيه في مواقف كتيره، عايزاكي تحكي لي عن شخصيته في الجامعه وان كان مندمج معاكم ولا لا. ابراهيم من اكتر الناس، اول ما دخلت الجامعه وشفته كان من اكتر الناس اللي بتحب تساعد جدا وعنده جرأة جدا في الكلام. انا كواحده لسه داخله اصلا كليه كنت مرعوبه وما بعرفش اتكلم زي ما هو بيتكلم، فهو كان مديني ثقه كتيره جدا وحللني حاجات اصلا انا ما كنتش عندي الجرأة دي بسببه، وهو اللي تالي. فهو ساعدني كتير قوي في حاجات، بيبدا دايما بيحب يتكلم معانا وبيحب يتناقش معانا في كل حاجه احنا بناخدها. بيحب يطلع يتكلم دايما، فما شفتش فيه خالص الكسوف ولا الحاجه اللي انا كنت اصلا شايفاها في نفسي دي، لقيتها هو العكس عنده تماما، وبيحب يساعد قوي على قد ما يقدر وطموح جدا 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 ودايما بيسعى لده، وفعلا كل حاجه هو بيخطط ليها بيحققها وبيوصل ليها زي ما هو عايزها، بسبب انه فعلا بيبقى متمسك بالحاجه دي وبيسعى ليها دايما، وهو فعلا بطل ما شاء الله عليه في كل حاجه. فانا عايزه اقول له ان هو يكمل في اللي هو فيه ده، وانه في الاخر فعلا هيوصل اللي هو عايزه. تمام. اسراء بشكرك جدا، شكرا ليكي. عفوا عليك. أعزائنا المشاهدين بكده بوصل معاكم لختام حلقة النهاردة، أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، استنونا السبت الجاي في نفس الميعاد وكونوا بخير.